بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد عندي في القناة. اليوم إن شاء الله يا شباب راح نلعب لعبة القنابل بومبر جراوند. اللعبة هذه جدا مضحكة وممتعة ومسلية بشكل كبير جدا، تقدر تلعبها مع زملائك وبرضه تقدر تلعبها مع اللاعبين. وعلى فكرة يا شباب أنا ألعبها بيد البلاي ستيشن زي ما أنتم شايفين، فتقدر تلعبها يد البلاي ستيشن بالإكس بوكس أو بالكيبورد والماوس، تمام؟ تقدر تلعبها بكل الطرق، فاللعبة جدا مريحة في الاستخدام ومريحة في اللعب وممتعة بشكل كبير. خلونا نبدأ. بسم الله. تمام، حلو، عندي ثلاثة صناديق راح أفجرها. تمام، خليني أفجرها وأشوف إيش فيها. أوكي، فيها أشياء مرة حلوة. طيب، أوكي، هنا قنبلة، نكسر الصندوقين هذا نشوف إيش فيها. هذه أشياء مهمة صراحة. لا، أوه تمام، سلمت منها والله. والله خطيرة هذيك. أوكي، والله بغيت أكلها صراحة. بغيت أكلها، لكن إن شاء الله حاول أركز. باقي 11 لاعب، 10 لاعبين هنا. ما مداني، ما ضربت، الموية راحت فيها. طيب، حاول أركز. هذا قتل نفسه. تمام، باقي 8 من اللاعبين. أنا ما قتلت أحد، بس لحد الآن الجيم سالك معايا. نشوف هنا في مجموعة ويلا. لا، تمام، قتلت واحد. هذا الأول يا شباب. شوشو راحت فيها. شوشو، لا، خلينا نهرب من الملي حقك يا حبيبي. تمام، طيب، هذا طبعا شاحن الملي. وترتيب الثالث يا شباب، اليوم ترتيب الثالث. سلمت والله. هنا نجي هنا. طيب، نحاول نجيبها. طيب، ترتيب الثالث، والجيم بدأ يكون في حرص زيادة. تعال. لا، حلو، الثاني ترتيبي. هذا الثاني والله خطير، هذا خطير. ان شاء الله اجيب الفوز. طبعا اذا ما جبت الفوز وعلى المستوى هذا وانا لي فتره ما لعبت، والله انجاز. الثاني يا شباب، ترتيب الثاني في الجيم. فين؟ لا، قتلت نفسي. لا يا شباب، جبت الثاني. والله قهر. بس اهم شيء جبت مستوى ممتاز صراحه، ما توقعت اني اجيب الثاني نهائيا. يعني بعد غياب فتره طويله وجبت المستوى هذا، شيء مره حلو صراحه، شيء مره حلو. فاللعبه زي ما قلنا هي كذا شد اعصاب من البدايه الى النهايه. فيلا خلونا نشوف جيم ثاني وان شاء الله نحاول نجيب مستوى احسن ان شاء الله. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين بدينا الجيم، فان شاء الله نحاول اجيب مستوى ممتاز ان شاء الله. يلا خلونا نبدأ. طبعا بحاول اكسر الصناديق اول شيء. تمام، نحاول نشوف ايش موجود في الصناديق هذه، لانه احيانا يكون فيها اشياء مره حلوه. اوه اوكي، نجي من هنا، نحاول نفتح هذا. طيب، ما ضربت. أوف، والله بغيت اكل القنبله البيضاء، لكن الحمد لله سلمت. طيب، باقي 13 لاعب، وهذول الحين في مجموعه كبيره صراحه. ان شاء الله نوقف واحد منهم. ماشي، ما ضبط معايا. نشوف مره ثانيه. لا، اوكي، والله بغى يخدعني قسم بالله، لكن سلمت منها. طيب، نحاول نركز. هنا شرد منها، شرد، قدر يشرد، والله ذكي. هنا، لا، والله العظيم بغى يخدعني صدق. هنا، اهرب. اوف، والله بغيت اكلها. طيب، والله خطيرين، الناس بدأت تحترف اللعبة صدق. حلو، هذا الأول يا شباب، هذا الأول. هنا،
هنا هنا يتخبى هنا. تمام، هذا الثاني، هذا الثاني. يا سلام، تربل، ثلاثة قتلت. ترتيب الثاني في الجيم، ترتيب الثاني في الجيم شيء مرة حلو صراحة. الأول، الأول جبت الأول يا شباب. هذا الأول فوز في فيديو اليوم، ما شاء الله تبارك الله، جبت الفوز والله العظيم. يا سلام، هذا أول فوز زي ما تشوفوا، والحمد لله جبنا فوز اليوم. يعني في مستويات، يعني بدأت تحسن في المستوى، بعدين جبت المستوى الثاني، والحين المستوى الأول ولله الحمد. فهذا فوز إن شاء الله يكون ممتاز في القناة، وهذا أول فوز أنزله في هذا الفيديو، وإن شاء الله يكون عجبتكم اللعبة. اللعبة جدا ممتعة زي ما قلنا يا شباب، تقدروا تلعبوها بيد البلاي ستيشن، بيد الإكس بوكس، بالكيبورد والماوس، كل شيء. يعني عندك حرية التحكم كاملة باللعبة، فاللعبة جدا ممتعة وسهلة في التحكم. فإن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم يا شباب. لا تنسوا يا إخوان دعم القناة من اشتراك ولايك، ولا تنسوا يا إخوان نشر الفيديوهات، وبإذن الله نشوفكم في فيديو قريب. مع السلامة. We'll be right back.